بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في خدمة دروس. عنوان درس اليوم هو اللوغاريتمات والدوال اللوغاريتمية للصف الثالث ثانوي من الفصل الدراسي الأول. سنتعلم إن شاء الله في هذا اليوم كيفية إيجاد قيمة عبارة لوغاريتمية. في البداية نتعرف على هذا المفهوم. تعرفنا سابقا على كيفية تمثيل الدالة الأسية، ولنأخذ مثالا على ذلك. y يساوي 2 أس العدد x. فلتمثيل هذه الدالة نفرض قيم للمتغير x، هذه القيم فرضناها للمتغير x، ثم نعوض عن x في المعادلة لنحسب قيم y. بعد ذلك نذهب إلى شبكة التربيع، ثم بعد ذلك نمثل هذه القيم. القيمة الأولى سالب 2 مع ربع، هذا سالب 2 مع ربع، هذا مكان النقطة الأولى. القيمة الثانية اللي هي سالب 1 مع نصف، هذه القيمة الثانية. القيمة الثالثة اللي هي 0 مع الواحد، هذه القيمة الثالثة. القيمة الرابعة هذا 0 مع الواحد، كتبناها على صورة زوج مرتب. القيمة الرابعة اللي هي 1 مع العدد 2. القيمة الخامسة اللي هي 2 مع 4، وكتبنا القيمة الخامسة. نريد الآن أن نرسم الدالة الأسية، رسمناها، وهذه الدالة تعرفنا عليها سابقا. نريد الآن أن نتعرف على مفهوم جديد، نريد أن نرسم الدالة العكسية للدالة الأسية. والدالة العكسية للدالة الأسية نحصل عليها بتبديل كل x بy والy بx، تبديل الإحداثيات xy والy x. ولرسم الدالة العكسية كما عرفنا سابقا نرسم أولا محور التماثل، ثم بعد ذلك نبدل الإحداثيات. لدينا الإحداث الأول اللي هو سالب 2 وربع، يصبح ربع وسالب 2، ربع وسالب 2، هذا العدد اللي هو ربع وسالب 2. ثم بعد ذلك سالب 1 مع نصف يصبح نصف مع سالب 1، نصف مع سالب 1. ثم القيمة الثالثة اللي هي 0 مع الواحد، طبعا الإحداثي كان 0 مع 1 أصبح 1 مع 0. القيمة التي تليها 1 2 تصبح 2 مع 1، ثم القيمة الأخيرة التي هي 4 و 2. لاحظ معي، إذا رسمنا المنحنى الجديد، المنحنى الجديد هو عبارة عن الدالة العكسية للدالة الأسية، تماما كما لو بدلنا إحداثيات الجدول، قيم X وقيم Y، نبدل الإحداثيات تماما، فنستطيع تبديلها من الرسم أو حسابها بالجدول ثم الرسم. الآن لنتعرف على مفهوم جديد، مفهوم الدالة العكسية للدالة الأسية. في البداية بدلنا الإحداثيات، كانت y تساوي 2 أس x، أصبحت x تساوي 2 أس y. نأخذ هذه الy الآن لنكون دالة جديدة في صورة جديدة، y تساوي لوغاريتم العدد x للأساس، هذا الأساس يكون هذا موقعه للأساس 2، ونسمي هذه الدالة الجديدة بالدالة اللوغاريتمية. إذا عممنا هذه الدالة لتكون بدل من تخصيص الأساس 2 ليكون الأساس b، نكتب y تساوي لوغاريتم x للأساس b، بدل للأساس 2 تصبح للأساس b على نفس شروط الأساس للدالة الأسية. نحن نعرف أن الأساس في الدالة الأسية كان له شرطين، الشرط الأول أن يكون أكبر من الصفر، والشرط الثاني أن يكون لا يساوي واحد. نفس الشروط، العدد أو الأساس B يكون أكبر من الصفر ولا يساوي الواحد.
هذه الدالة الجديدة نسميها الدالة اللوغاريتمية. الآن لنتعرف على هذا المفهوم نبدأ بمثال أولاً. لو فرضنا أن 2 أس العدد 3 يساوي 8، من المعلوم لدينا أن العدد 2 يسمى الأساس، والعدد 3 يسمى الأس، والعدد 8 هو عدد. نستطيع كتابة هذه العلاقة الأسية أو تحويلها إلى الصيغة الجديدة التي هي الصيغة اللوغاريتمية. لوغاريتم، نكتب بعد اللوغاريتم هنا العدد، وهذا هو العدد للأساس، ونضع هنا الأساس، والأساس كما هو معروف هو العدد 2 يساوي الأس. هذه الصيغة الجديدة هي الصورة أو الصيغة اللوغاريتمية لأي صيغة أسية. لنأخذ مثال على ذلك، 2 أس 3 يساوي 8، نستطيع كتابتها بالشكل لوغاريتم. طبعا عند اللوغاريتم هنا نضع العدد كما هو واضح، العدد، وهنا نضع الأساس للأساس يساوي الأس. إذن لوغاريتم العدد للأساس يساوي الأس. عموما إذا كان العدد بي لا يساوي 1، وهذا شرط على الأساس، والعدد بي أكبر من الصفر، فإننا نقول أنه إذا كان بي أس واي يساوي إكس، بي أس واي يساوي إكس، فإن لوغاريتم العدد الذي هو إكس للأساس الذي هو بي يساوي الأس الذي هو واي. كذلك العكس صحيح. وحتى نصل إلى العكس، إذا كانت الصورة الموجودة أمامنا هي الصورة اللوغاريتمية، فحتى نحولها إلى الصورة الأسية نستفيد من هذا السهم. السهم يدلنا على الأساس والأس، نقول بي أس واي يساوي إكس ونحذف اللوغاريتم. يعني نستطيع أن نحول الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية، والصورة اللوغاريتمية كذلك إلى الصورة الأسية. نبدأ بالأمثلة. هذا المثال الأول، التحويل من الصورة اللوغاريتمية إلى الصورة الأسية. مطلوب كتابة كل معادلة لوغاريتمية على الصورة الأسية. هذه المعادلة الأولى، لوغاريتم العدد للأساس 2 يساوي 3. حتى نحولها إلى الصورة الأسية نستفيد من السهم، نقول 2 أس 3 يساوي 8، ونحذف عبارة لوب. 2 أس 3 يساوي 8. نأخذ مثال آخر. لدينا المقدار لوغاريتم 1 على 256 للأساس 4 يساوي سالب 4. للتحويل إلى الصورة الأسية نستفيد من هذا السهم الذي يسهل لنا الاستدلال على الحل. 4 أس سالب 4 يساوي 1 على 256. نأخذ مثال آخر، المثال الثاني، التحويل من الصورة الأسية إلى اللوغاريتمية عكس ما أخذناه في المثال الأول. لدينا في هذا المثال هذه الصورة الأسية، العدد مكتوب بالصورة الأسية ونريد كتابته بالصورة اللوغاريتمية. نكتب القاعدة، لوغاريتم بعد اللوغاريتم يأتي هنا العدد، والعدد هو عبارة عن 3375 للأساس، نكتب الأساس هنا، ثم يساوي، نكتب هنا الأس. لوغاريتم 3375 للأساس 15 يساوي الأس الذي هو 3. نأخذ مثال آخر، لوغاريتم 4 أس نص يساوي 2. حتى نحوله إلى الصورة اللوغاريتمية نقول لوغاريتم العدد، العدد الذي هو 2 للأساس الذي هو 4 يساوي الأس. ننتقل إلى المثال الثالث، إيجاد قيمة عبارة لوغاريتمية. لدينا العبارة الأولى لوغاريتم 4 للأساس 16، نريد حساب قيمة هذه العبارة
بدون استخدام الحاسبة. طبعا لحساب قيمة هذه العبارة نفرض أن الناتج يساوي y، فرضنا أن الناتج يساوي y. الآن نستطيع تحويل هذه الصيغة إلى الصيغة الأسية. إذا نحول الصيغة الموجودة أمامنا إلى الصيغة الأسية ممكن نستفيد من السهم، نقول 16 أس العدد y يساوي 4. 16 أس العدد y يساوي 4، طبعا حولنا إلى الصورة أو الصيغة الأسية. الآن نوحد الأساس، نلاحظ أن العدد 16 نستطيع كتابته على الشكل 4 أس 2، طبعا أس y يساوي 4. من خواص الأسس نستطيع ضرب العدد 2 بالمقدار y، نقول 4 أس 2 ضرب y يعطينا 2 y يساوي 4 أس العدد 1. طبعا عرفنا الأس هنا بالنسبة للعدد 4، كتبناها 4 أس 1. الآن من خواص القوى، إذا كان الأساس يساوي الأساس فإن الأس يساوي الأس. نستطيع القول أن 2 أس 2 y يساوي 1. طبعا إذا كان الأساس يساوي الأساس فإن الأس يساوي الأس. طبعا لحل هذه المعادلة الأخيرة نستطيع القسمة على العدد 2، فيكون لدينا y يساوي نص. نكتب العبارة النهائية، لوغاريتم 4 للأساس 16 يساوي الناتج الذي هو نصف. هذا مثال آخر، لوغاريتم 1 على 49 للأساس 7. نريد إيجاد قيمة هذه العبارة، نفرض أن الناتج يساوي y. الآن نحول إلى الصورة الأسية، نستفيد من هذا السهم 7 أس y يساوي 1 على 200 وتسعة 1 على 49. طبعا الآن نبسط أو نحلل 49. 49 هذا عبارة عن 7 أس 2. الآن حتى نوحد الأساس نستطيع ترقية العدد الذي هو 7 أس 2 إلى الأعلى، يكون لدينا 7 أس y يساوي 7 أس سالب 2. طبعا الآن من خواص القوى، إذا كان الأساس يساوي الأساس فإن الأس يساوي الأس، وبالتالي يكون y يساوي سالب 2، ونكون قد حصلنا على الناتج. إذن لوغاريتم 1 على 49 للأساس 7 يساوي سالب 2. ننتقل إلى مفهوم آخر، لدينا بعض الخواص أو القوانين في اللوغاريتمات نريد أن نتعرف عليها. الخاصية الأولى، طبعا إذا كان الأساس b أكبر من الصفر وb لا يساوي 1، هذه الشروط دائما نشترطها. نكتب الخواص، الخاصية الأولى، لوغاريتم 1 لأي أساس، طبعا الأساس b يحقق الشروط المذكورة في أعلى، لوغاريتم 1 لأي أساس يساوي 0. طبعا لتبرير هذه الخاصية، من المعلوم لدينا أن أي عدد أس العدد 0 يساوي 1. أي عدد أس العدد 0 يساوي 1، طبعا فيما عدا الصفر، هذا معلوم. ننتقل إلى الخاصية الثانية، لوغاريتم b للأساس b يساوي 1، لوغاريتم b لنفس الأساس يساوي 1. لتبرير هذه الخاصية نحولها إلى الصورة الأسية، فنجد أن b أس 1 يساوي b، وهذا صحيح. b أس 1 يساوي b، وهذا دائما صحيح. الخاصية الثالثة، لوغاريتم b أس x للأساس b، لاحظ معي الأساس هنا يساوي الأساس هنا، لوغاريتم b أس x للأساس b يساوي x. وللتأكد من هذه الخاصية نحولها إلى الصورة الأسية، b أس x يساوي
بي أس إكس، وهذه أيضا صحيحة، لمعرفة الخاصية الرابعة بي أس لوغاريتم إكس للأساس بي يساوي إكس. وأيضا للتأكد من هذه الخاصية، هذه الصورة اللي مكتوبة أمامنا هي صورة أسية، نكتبها على الصورة اللوغاريتمية لوغاريتم، والعدد هنا هو هذا الإكس، لوغاريتم العدد الذي هو إكس للأساس الذي هو بي، هذا الأس يساوي الأس الذي هو لوغاريتم إكس للأساس بي. هذه الخواص الأربع نستخدمها إن شاء الله في حل التمارين. لدينا هذا المثال، استعمال الخصائص الأساسية للوغاريتمات. بدون استعمال آلة حاسبة أوجد قيمة لوغاريتم 125 للأساس 5. لوغاريتم 125 للأساس 5، لاحظ معي أن العدد 125 نستطيع كتابته على الصورة اللي هي 5 أس 3. طبعا أصبح هذا المثال جاهز لكي نطبق عليه القاعدة لوغاريتم بي أس إكس للأساس بي، فالناتج يكون حسب القاعدة السابقة يساوي 3. وهذا تذكير بهذه القاعدة، لأن لوغاريتم بي أس إكس للأساس بي يساوي إكس. مثال آخر، لوغاريتم 1/1000 للأساس 10. لوغاريتم 1/1000 للأساس 10، معلوم لدينا أن العدد 1/1000 نستطيع كتابته على الشكل 10 أس سالب 3 لنفس الأساس الذي هو 10. طبعا هذا نفس المثال السابق، أصبح جاهز للتطبيق. لوغاريتم 10 أس سالب 3 للأساس 10 يساوي سالب 3. طبعا طبقنا هذه القاعدة، هذه القاعدة أيضا. مثال آخر، لوغاريتم 12 أس لوغاريتم 4.7 للأساس 12 أس لوغاريتم 4.7 للأساس 12. طبعا هذه قاعدة جاهزة للحل، على طول الناتج 4.7، وطبقنا فيها هذه القاعدة بي أس لوغاريتم إكس للأساس بي يساوي إكس. هذا مثال آخر، لوغاريتم سالب 5 للأساس 10. هنا تنبيه، نحن نعلم أن اللوغاريتم لا يقبل الصفر ولا يقبل الأعداد السالبة، اللوغاريتم لا يقبل الصفر ولا يقبل الأعداد السالبة، وبالتالي يكون هذا اللوغاريتم غير معرف في مجموعة الأعداد الحقيقية، وبالإمكان التأكد باستعمال الحاسبة. نأخذ هذا التقويم، تمرين الأول، ما قيمة X في المعادلة؟ أمامنا هذه المعادلة، لوغاريتم 16 للأساس 8 يساوي X. طبعا بالإمكان حساب هذا المقدار باستخدام الأساليب التي مرت معنا سابقا، بتحويله من الصورة اللوغاريتمية إلى الصورة الأسية وإكمال الحل، ولكن نتعرف على شكل جديد، نتعرف على هذا القانون. لوغاريتم بي أس إكس للأساس بي أس واي يساوي حاصل قسمة إكس على واي. لوغاريتم بي أس إكس للأساس بي أس واي يساوي إكس على واي. نحاول تطبيق هذا القانون على هذا المثال، لوغاريتم 16 للأساس 8 يساوي إكس. يلزمنا هنا توحيد الأساس بي أس إكس وهنا بي أس واي. نلاحظ أن العدد 16 نستطيع كتابته على الصورة 2 أس 4، والعدد 8 2 أس 3. إذن ما علينا إلا أن نقسم العدد 4 على العدد 3 لنحصل على الناتج، ويكون الاختيار الصحيح هو الفقرة C. نشوف مثال آخر، هذا تمرين 2، ما قيمة إكس في العبارة لوغاريتم 1/32 للأساس 2 يساوي X؟ سوف نستخدم نفس طريقة الحل باستخدام نفس القانون، مع التذكير لأبنائنا الطلاب بإمكانهم أن يحولوها إلى الصورة الأسية،
ثم بعد ذلك يكملون الحل كما في التمارين السابقة. طبعا هذا المثال لوغاريتم 1 على 32 للأساس 2 يساوي X. نلاحظ أن العدد 32 نستطيع كتابته على الصورة 2 أس 5. هذا العدد 32 2 أس 5. طبعا العدد اللي هو 2 أس 5 نستطيع ترقيته إلى الأعلى ليكون في البسط ويكون 2 أس سالب 5. الآن اكتملت الصورة لدينا، ما علينا إلا أن نقسم العدد سالب 5 على 1. طبعا هنا الأساس 1 عرفنا الأس، أصبح 2 أس 1. نقسم العدد سالب 5 على العدد 1 لنحصل على الناتج كما في القاعدة السابقة إذا كان الأساس نفسه. طبعا الخيار الصحيح هو سالب 5. أشكركم لحسن استماعكم، مع التذكير بأننا تعلمنا اليوم كيفية إيجاد قيمة عبارة لوغاريتمية. دعائي لأبناء الطلاب بالتوفيق.